تعالوا زي ما احنا محطة and راح تجيب يا حتى this is Air Canada flight 678 from Pearson to Frankfurt. And we are landing, descending actually to Frankfurt. هذه خطوط كندية رقم الرحلة 678 من مطار كندا تورنتو الدولي باستر بيترسون رحلة مباشرة إلى مطار فرانكفورت الدولي. هاي احنا ننزل نحو النزول في مطار فرانكفورت الدولي. طلع الطائرات ونزل الفلابس بس هو وين مدرج مفروض بعد بس ها وصل يلا
يا الله يا الله، الحمد لله وشكر. وصلنا سلامات في مطار فرانكفورت الدولي.